ولذلك قام عدد من العلماء والفقهاء بأعمال من هذا النوع، ولهذا ينبغي أن يفكر المؤمنون في دعم هذا التوجه. يعني أولا إذا طلع محقق من المحققين استخدم أدوات التحقيق العادية وطلع بنتيجة غير اللي موجودة عندي وغير اللي سامعها من الخطيب، ما لازم أسويها أرجع عليه. ليش؟ لأن ذاك راح وجهد وحقق وتتبع الروايات. أما إذا كان أريده يطلع بنفس النتائج اللي أنا سامعها من قبل 50 سنة، ما سوينا شيء. لابد أن نوفر بيئة تستقبل نتائج أفكار المحققين إذا قاموا بتحقيق له أدوات علمية وكانوا أيضا على مستوى أهلية هذا الأمر. هذا واحد، نوجد بيئة تتقبل نتائج التحقيق، والثاني أن ندعم حتى بالمال. إلى الآن مع الأسف ما في أذهاننا أن هذا من القربات. يعني أنا الآن إذا يخيروني مثلا، أنا الإنسان العادي، يقول تبني حسينية أو تدعم دائرة معارف، تدعم كتاب تحقيق عن الحسين عليه السلام، أول ما يجي في ذهني موضوع الحسينية، أول ما يجي في ذهني الإطعام لأجل الحسين. زين، هذه قربات طيبة وجيدة، لكن ينبغي أن يرتقي المجتمع لا سيما الطبقة المثقفة والواعية إلى أن يدعموا هذه التوجهات. مثلك أنت الإنسان الواعي، مثلك أنت الإنسان المثقف، إذا فكرت في عمل حسيني تخلي ثلث أموالك توصي بها من بعد وفاتك بعد عمر طويل إن شاء الله، فكر أن تخلي هذا الثلث الأموال لدعم مشاريع التحقيق والتأليف العلمي في سيرة أهل البيت عليهم السلام. خيرت بين هذا وبين حسينية، الحسينية خير وبركة، لكن عندنا في البلد مئات، لكن ما عندنا من يدعم التوجهات التحقيقية في كتابة السير لأئمة أهل البيت عليهم السلام. وأنا أدعو من هذا المكان أن نتوجه جميعا، إذا واحد عنده خير أن يتحرك في هذا الاتجاه.